شيخ بالنسبة للدعاء يوم عرفة لغير الحاج في البيت. التعريف. في طلع الحين الفيديوهات ان غلط اللي قاعد يعتكف في البيت يقعد له ساعة ساعتين يدعو في يوم عرفة. نعم. سمعت كلاما لبعض اهل العلم انه يقول ان هذه من البدع وهي التعريف لغير المكي او لغير اهل عرفة. يسمون التعريف. يعني هل يصح أن يبقى في هذا الوقت يدعو ويذكر الله تبارك وتعالى يفرغ نفسه يعني للدعاء عشية عرفة؟ طبعا لما نتكلم عشية، العشي هو يعني من الظهر للمغرب، هذا وقت العشي يسمونه، يسمون صلاة الظهر والعصر صلاة العشي. فوقت العشي هذا يعني لغير الحاج، يعني هل يشرع له أن يدعو ويبقى؟ هذه مسألة نستطيع أن نقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل عرفة، وهؤلاء طبعا يستحب لهم، بل هذا هو ركن الحج العظيم وهو الوقوف بعرفة، ويستحب لهم من بعد الظهير، من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس يدعون الله تبارك وتعالى، وهذا هو يعني الذي فيه الأجر العظيم، وفي هذا الوقت يتجلى الله، ينزل الله تبارك وتعالى السماء الدنيا فيغفر لأهل عرفة سبحانه وتعالى، سأل الله أن يغفر لنا ولكم. فهذا شيء عظيم جدا بالنسبة لأهل عرفة. لغير أهل عرفة وهم غير الحجاج، هل يشرع لهم ذلك أو لا يشرع لهم ذلك؟ أهل العلم يجعلون الناس على قسمين. القسم الأول وهو الذي يقصد مكانا معينا، يعني بعضهم يذهب إلى بيت المقدس مثلا في السابق، نسأل الله تبارك أن يحرره، يذهب إلى بيت المقدس أو يذهب إلى مثلا مسجد معين يجتمعون فيه يتنادون، أو إلى والعياذ بالله يذهبون إلى قبر يتنادون يجتمعون هناك عند القبر لأجل يتشبهون بأهل عرفة. هذه من البدع، وهي التنادي لمسجد معين بخصيصة مسجد معين يتنادون له ويجتمعون فيه يقلدون أهل عرفة، هذه من البدع. الحالة الثالثة وهي أن الإنسان يجلس في بيته يدعو مثلا، أو يذهب إلى مسجد حيه، المسجد بالمنطقة مثلا، بالقطعة اللي هو فيها مثلا، يذهب إلى المسجد يدعو في هذا الوقت. فهذا وقع فيه خلاف بين أهل، بعض أهل منع من ذلك وراء أنه يعني لا يستحب، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيه يعني نصوص عن بعض التابعين رضي الله عنهم أنهم نهوا عن ذلك وكرهوا ذلك والتشبه بها العرفة، وإن لم يتنادى الناس لذلك. وبعضهم قالنا لا بأس بذلك، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه كان في البصرة وقيل في الكوفة كان يفعل هذا، وأنه كان يعرف في البصرة أو في الكوفة رضي الله عنه، ولم ينكر عليه، وكان هذا في زمن علي رضي الله عنه، علي من الخلفاء الراشدين، فكون علي لم ينكر يقول يعني كل ما فعل في زمن الخلفاء الراشدين وسكت عنه الخلفاء، خاصة إذا علمنا أنه بلغهم ذلك أو غلب على ظننا أنه بلغهم ذلك، فإن هذا لا ينكر، وفعله ابن عباس رضي الله تبارك عنه وقال به الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا بأس أن الإنسان يجلس في بيته أو يجلس في مسجد حيه يعرف، يعني يفعل كما يفعل أهل عرفة يدعو، فهذا لا بأس به. سئل عنه قال له تفعله أنت؟ قال لا، لكن لا بأس الذكر. يقول من يمنع الناس من الذكر، خاصة إذا لم يكن تقصد مسجد بعينه أو سفر لهذا الموضوع لغير عرفة أو عند قبر أو غير ذلك من الأمور. فإذا كان مجرد يعني بقاء الإنسان في بيته يدعو الله تبارك في مثل هذا الوقت، أو المرأة في بيته، أو يذهب إلى مسجد حيه مثلا ويدعو في هذا الوقت، يعني يقلد أو يحاكي أهل عرفة، فلا مانع من ذلك، خاصة أنه يوم جمعة، ويوم جمعة يعني آخر ساعة من الجمعة يعني الدعاء مستجاب، وصار يوم جمعة وغيره. بس على كل حال إن شاء الله تعالى الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس، وكرهه بعض أهل العلم،
والأمر فيه سعة، لكن لا نقول إنه مستحب، لا يستحب، لكنه مباح، مباح، لا يستحب ولا يكره، من باب أولى أنه لا يحرم ولا يجب، فإنه مباح، من فعله لا شيء عليه ومن تركه فلا شيء عليه أيضا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.